الأول، عندك مانع تعرض نفسك على الدكتور فهد؟ والله إذا هو ما عنده مانع يتقبلني أنا ما عندي مشكلة. والله موعد زحمة عندي. والله شوف لك موعد. صرف مع دكتور ثاني؟ شوف أحد. الله يستر دكتور. الناس صارت الحين تزعل من. والله تزعل. من الكونسلنج أو استشارة يعني جلسة مع طبيب نفسي نقاش مشكلة معينة يمر فيها الشخص. أيا كانت المشكلة ليس بالضرورة أن يكون المشكلة هذه جنون أو مرض نفسي لا قدر الله. الهدف أنه ممكن يكون إنسان يبغى يساعد مختص في مجال معين في مشكلة معينة يحب يعني يتكلم فيها مع أحد له يعني شأن أو له خبرة في هذا الاختصاص ويساعده في حلها. في 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 يعني في أمريكا مثلا نجوم هوليوود المشهورين دائما في لقاءاتهم يتكلم يقول والله أنا عندي حصل لي مشكلة فلانية وسويت كونسلنج او سويت استشاره مع مستشاري النفسي او طبيب النفسي فما هي او سووا كونسلر مستشار. انا نفس الشيء بسوي الكونسلنج ذي اللي قلتها انت لك ان شاء الله عندك بس انا عندي يعني عندي ناس قبلك بحاجه عندك شد عضلي في راسي. لا بس انا ودي نواصل بس المتسابقين يبون الشاشات يشتروا لي ما ادري شاشه شغاله عندهم هذا. لا دكتور يعني هالسؤال ما فيه اهانه يعني بالعربي هل انا اذا جيتك هل انا مجنون؟ إذا قلت أنا أنه مجنون أنا يراجعني يوميا وشاهد يوميا يعني عشرات المراجعين للعيادة هل كلهم مجانين؟ بالتأكيد لا. يعني هناك هل المراجعين دكتور هذا عاطلين ثقافتهم كيف يعني؟ والله شوف اللي يراجعوني أنا شخصيا في العيادة مثلا من مختلف أطياف المجتمع حقيقة يعني فيهم من حفظت كتاب الله منهم من خريجي كلية شريعة وأصول دين وعقيدة منهم من هم أطباء منهم من مهندسين منهم من عيلة القوم ومنهم من ناس عاديين أما عاطلين وغيرهم يعانون من مشاكل معينة يحتاج إلى تدخل أحد متخصص تخصص نفسي لأجل وضع حل لهذه المشكلة المحدودة. وعندما أقول لك مثلا عندي مشكلة معينة لا يعني أني مريض نفسي. لما تقول لك أنا يا والله هاني أنا الحين انا مع البرد الجو البارد وانا حقيقه ارتعش من البرد حقيقه اقول لك والله انا مصاب بانفلونزا انا عندي انفلونزا هل يعني انا مريض؟ هذا السؤال يطرح. هل انا مريض؟ مريض مريض مرض معين مرض معين بحد معين. انا عندي والله مثلا رهاب اجتماعي او عندي مثلا خوف من ركوب المصعد مثلا هل انا مريض نفسي ومجنون؟ لا عندي مشكله في هذا الجانب احتاج الى احد يساعدني فيها او يضع لي حلول لاجل التخلص منها. جميل جدا. طيب دكتور انت عندك مانع نرضى عليك احد؟ والله شوف انا بقول لك في زحمه عندي خاصه في برنامج لان عندي واحد دكتور مسوي لنا ازمه هذا الشخص اللي الله يطول عمرك يعني عنده بعض الاشكاليات اللي تحتاج يعني اتوقع انه علي بس دكتور ابو شوقي ايربي رماح